السلام عليكم خوتي خوتي، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، بزاف منا كنبغيو نعملو جيل بريك الهوس في الايفون، كنلقاوهم مثلا ديزاكتيفي ولا فيهم الباسكود، وما كنعرفوش شحال الفيرسيون تاع الاي او اس اللي عندنا في هذا الايفون هذا. مثلا عندك مثلا ايفون بحال هذا 77 بلس 88 بلس ولا ايفون اكس ولا اي ايفون، ما كتعرفش شني نظام الاي او اس اللي فيه موجود. كما كتشوفوا واخا كنبرونشيو تليفون ما كيطلعناش مثلا في الجيل بريك ديالنا باش نجيب لكم شي كرين، ما كاين والو. الوغ الطريقه باش نعرفوا الاي او اس سهله جدا، كل ما علينا كندخلوا لواحد المود نتاع الدياغنوستيك. اذا الطريقه باش ندخلوه المود دياغنوستيك، نربطوا الجهاز بالكيبل ولا نطفيوه من الاحسن. كما كتشوفوا عقباتنا ما عارفينش الاي او اس اللي فيه شحال، كنطفيو الجهاز مباشره، كنضغطوا على زر رفع الصوت وخفض الصوت بجوج او باركين عليهم، ونبرونشيو التليفون. كنتسناو نحسبو تقريبا 20 ثانية من 1 حتى 20، تيطلع لنا اوتوماتيكمون شي ميساج هافي بانه راه بحال التليفون تكونيكتي، ولكن بقاو باركين. كانت عندكم الايتونز فتحوها، ما كانش اوتوماتيكمون كما كتشوفوا هو التليفون تكونيكتا معايا. ايفون هي جي سيم ليو اس فيه 13.51، هذا نقدر نعملو جيل بريك كما كتشوفوا، نقدر نعملو دبل جيل بريك قبلتكم. اذا هذه هي الطريقه اخوتي خواتاتي كيفاش نعرفوا اليو اس في التليفونات البلوكين والباسكود. كما كتشوفوا نعملو جيل بريك قبلتكم، نعملو ستارت نيكست، غيدخلو في ريكوفري مود. العملية تقدر دوز اوتوماتيكمون كما كتشوفو، هو دخلو ريكوفري مود، نعمل ستارت، غيقولك سايد باتون فوليم داون كما كتشوفو، ريز سايد باون، نحيد يدي على اليمين وخليها على اليسار باش يدخل ديفي مود كما كتشوفو. مباشرة غيدوز معايا جيل بريك. هذا كان فيديو قصير خفيف ظريف، ومنا باش تستافدو نتوما ان شاء الله بحول الله. ما تنساوناش بالضغط على زر لايك وسبسكرايب كما كتشوفو. تم الجيل بريك حبايب القلب، يعني بعض الطرق سهلة وزوينة ومستفادة، ولكن ما كاينش لي شي هام عام. انا براسي كنطير نقلب، يعني كتلقى اللي عارف شي حاجة كيخبيها عندو. هذا ما كما كتشوفو تم الجيل بريك بنجاح، عرفنا شحال النوع نتاع اليو اس اللي عندنا في الهاتف، طريقه سهله وبسيطه. اذا ما تنساوش هذه الطريقه هذه تفيدكم ان شاء الله. السلام عليكم.